بسم الله، اهلا بكم يا شباب في سلسله الكود السعودي الكهربي. بيقول ايه النهارده؟ هنتكلم عن متطلبات الاضاءه. في عندي شرط مهم جدا بيقول يجب توفير اضاءه طبيعيه لكل فراغ بمقدار لا يقل عن 8% من مساحه ارضيه الفراغ. ده مهم جدا، تحفظ الرقم ده كام؟ 8%. يبقى انا لازم اوفر اضاءه طبيعيه لكل فراغ بمقدار 8% من مساحة الأرضية. طيب إيه الشرط التاني؟ يجب أن تكون 50% من المساحة المزججة قابلة للفتح لتوفير التهوية الطبيعية. لازم المساحات المزججة تكون فيها 50% قابلة للفتح لتوفير تهوية طبيعية. تمام؟ رقم 3، يتم توفير الإضاءة الطبيعية عن طريق المساحات المزججة. زي ايه؟ زي النوافذ، تمام، او النافذه والقبه والباب المزجج. النافذه والقبه والباب المزجج، تمام. لازم طبعا المساحات المزججه دي تحقق متطلبات ترشيد الطاقه، تمام. طبعا المساحات المزججه دي لازم تكون مفتوحه على شارع او زقاق او الفناء او المنور. لازم تكون مفتوحه على الشارع او الفناء او المنور. طيب الفراغات الغير مفتوحة على الخارج يتم تطبيق حسابات الغرف الداخلية عليها. يبقى أنا كأني بعمل حسابات غرف داخلية، تمام. طيب يتم توفير الإضاءة الطبيعية للغرف الداخلية عن طريق فتحة في الجدران المشترك بين الغرفتين بمقدار لا يقل عن 2.3 متر مربع. يبقى نحفظ الرقم ده، الفتحة لا تقل عن 2.3 متر مربع. ويتم حساب المساحة المزججة المطلوبة للغرف الخارجية على مساح على أساس أرضية الغرفتين، مساحة أرضية الغرفتين. يجب أن تكون الفتحة بين الغرفة الداخلية والخارجية مفتوحة باستمرار، ويمنع تركيب باب أو ستارة عليها للتهوية والإضاءة الطبيعية. وده مهم جدا، زي ما احنا شايفين لو أنا في غرفة ملهاش تهوية او ملهاش اضاءة طبيعية اقل من 8%، لازم يبقى في فتحة لا تقل عن 2.3 متر مربع بين الغرفتين. والفتحة دي ما تركبش عليها ستارة او باب. لو ركب عليها ستارة او باب بين الغرفتين ده غير مطابق للكود. يبقى مهم جدا نراجع تاني متطلبات الاضاءة. لازم اوفر اضاءة طبيعية لا تقل عن 8% من مساحة ارضية الفراغ، تمام. ولازم المساحات المزججة اللي هي الأبواب والنوافذ والقباب أو القبة، تمام، لازم يبقى ليها مخرج على المنور أو الباب أو الفناء أو الشارع. طب لو ما لهاش لازم أعمل فتحة 2.3 متر مربع واسيبها مفتوحة، ما يركبش عليها باب أو يركب عليها ستارة. ودي كانت الاشتراطات الخاصة بالإضاءة والجزء الخاص بالإضاءة الطبيعية في الكود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.